بال أبس لتطبيقات الهواتف الذكية هو نشاط من ضمن أنشطة مشروع بال أبس. مشروع بال أبس بيهتم ببناء قدرات الطلاب في اختصاص برمجة هواتف ذكية وتطوير قدرات الأكاديميين والكادر وتطوير المناهج. معرض بال أبس احتوى على أفضل الأفكار اللي خاصة اللي أفضل الأفكار الخريجين، وهذه الأفكار من شغل الطلاب وشغل اختصاص برمجة هواتف ذكية.